مساء الخير على الذين في دائرة الضوء على النهار اليوم. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. إن عيد الميلاد المجيد يعني بيبدأ الاحتفال فيه من 24 ديسمبر، فيه 13 يوم فرق ما بين طوائف للفرق ما بين التقويمين اللي مولودين. في كل الأحوال إنما أغلب الكنائس المصرية بتبقى من النهاردة، من ليلة النهاردة، من 12 بالليل إن شاء الله يبدأ الاحتفالات إلى وبكرة إن شاء الله، وبكرة أجازة رسمية الدولة في أجازة رسمية بنسبة عيد الميلاد المجيد. كل سنة وكل مصري وكل مصرية وكل الدنيا بخير وعلى خير إن شاء الله بنسبة عيد الميلاد المجيد، ويا رب يجعل كل أيامنا أعياد بإذن الله. النهارده مع الثلاث ومعادنا مع الاستاذ الدكتور محمد وهدان. النهارده الدكتور وهدان هيتكلم عن السيد المسيح وكيف تناول القران القصه، قصه السيده مريم، وكيف القران وصف السيده مريم العذراء بانها خير النساء العالمين. النهارده الدكتور وهدان هنتكلم في هذا الموضوع وموضوعات اخرى ان شاء الله، انتظرونا. الرئيس النهاردة رجع بسلامة الله إلى أرض الوطن، الرئيس السيسي، بعد زيارة بكل المقاييس ناجحة للكويت كانت لمدة يومين. استقبال حافل جدا من الأشقاء في الكويت للرئيس السيسي، وهذا الاستقبال يعني في كل الأحوال بيأكد وبيورينا المكانة بتاعت مصر فين في نفوس الأشقاء. النهاردة الرئيس السيسي قال إن هناك تطابق تام في وجهات النظر مع أمير الكويت الشيخ صباح أحمد الجابر فيما يتعلق بقضايا المنطقة اللي عرصها ليبيا وسوريا والعراق واليمن، المشكلة اللي احنا فيها الإشكالية، لأن المشكلة كلنا احنا فيها بحقيقة الأمر. الرئيس السيسي قال خلال لقاء مع الوفد الإعلامي اللي بيغطي زيارته الأولى للكويت إن هذا التطابق ظهر أيضا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والاستثمارات وجذب المزيد منها إلى مصر، وأشار إلى أن زيارة الكويت ورحلاته الخارجية بصفة عامة توجه رسالة للعالم الخارجي مفادها لقد عادت مصر لمكانتها في المنطقة. أوضح الرئيس السيسي أن أهمية زيارته للكويت ترجع إلى أن مصر تقتسم هموما مشتركة بينها وبين دول المنطقة العربية التي تعاني في الوقت الحالي من ضعف حالتها. أضاف نحن بحاجة الآن لأن نكون يدا واحدة في إطار توحيد الصف العربي في مواجهة المخاطر، ونحن قادرون على تحقيق ذلك. حقيقة الأمر الرحلات بتاعت الرئيس، وطبعا الله يسامح من ألغى منصب وزير الإعلام، لأن طبعا كان يقول لك هو وزير الإعلام جاي عشان خاطر يبقى وزير إعلام نظام، لا، وزير إعلام للدولة، وزير إعلام لدولة. احنا مصر أكبر حرب اللي معمولة عليها دلوقتي هي حرب إعلامية اللي معمولة من بره، حقيقة الأمر. وفي الوقت ده يعني انت عامل وزير إعلام في وقت ما كانش ليه أي دور ولا في أي حاجة، في الوقت ده بالذات كنا محتاجين وزير إعلام. في الوقت ده بتاع الدولي للإخوان ده بيدفع مقدر على طول الجارديان وغيرها 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 وصفحات في كل الدنيا من بره، كان لابد أن يكون هناك وزير للإعلام ليعلم الخارج بحقيقة ما يدور في مصر وحقيقة ما يحدث وحقيقة التطور الذي يتم، ويعلم هنا، لأن في أمور كثيرة جدا مطلوب أن هنا توضحها هنا. كان لابد أن يكون هناك وزير ولا بد أن يكون موجود، ما أعرفش ليه، مش قادر أفهم ليه. على اي حال، زياره الرئيس بعد ان جه بسلامه الله لارض الوطن، الرئيس لما قبل ما يسافر كنا كلمنا السيد السفير علاء يوسف متحدث باسم رئاسه الجمهوريه، والنهارده بعد ما جه الرئيس بسلامه الله لارض الوطن بنكلم برضو سعاده السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم، ازي الصحه؟ الحمد لله يا فندم. تقدر حضرتك بقى تلقي لنا الضوء على اهم النقاط سياده السفير في الزياره بتاعه الكويت؟ طبعا احنا شفناه ما سمعناش، اللي شفناه طبعا استقبال يعني رائع وجميل وكويس وبيأكد يعني عوده الدول العربيه للدايره بتاعت مصر، يعني حاجه جميله جدا الحقيقه شفناها في الزياره ديت، ده اللي شفناه. انما اللي ما شفناهوش احنا عايزين سيادتك تكلمنا عنه. قوي قوي يا استاذ ابراهيم، صراحه الزياره كانت حقيقي رائعه، ان احنا قبلنا بحفاوه كبيره جدا على المستويين الرسمي والشعبي، من كل شعب الكويت بدايه من سمو الامير وحتى المواطن العادي، ادوا لنا يعني موده ومشاعر اكثر من طيبه تجاه مصر وتجاه الشعب المصري، و
كان في بصراحة لمسنا عرفان وتقدير كبير جدا جدا لدور مصر دعم العملية التنموية منذ نشأة دولة الكويت. الناس بصراحة كانوا يعني لمسة وفاء غير طبيعية أنا شفتها ولمستها بنفسي خلال الزيارة. كل الشعب وكل المواطنين الكويتيين لو تشوفهم حضرتك كانوا يعني إزاي حاسين بمدى المساعدة اللي قدمتها مصر لهم على مدى السنين منذ نشأة دولتهم الحديثة وحتى يومنا هذا، من مظاهر حب ومودة تجاه مصر وقيادتها. وده ينقلني على النقطة الثانية، لمسنا برضو المكانة الكبيرة التي يتمتع بها السيد الرئيس لدى الشعب والقيادة الكويتية، وده انعكس في منح سيادته أعلى قيادة في دولة الكويت، وانعكس كذلك إجراء غير مسبوق تم إن عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي ينتقلوا إلى مقر السيد الرئيس للالتقاء بسيادته. كمان عدة فعاليات إلى جانب الفعاليات الرسمية طبعا والمباحثات الرسمية مع قيادة دولة الكويت، كان هناك عدة لقاءات مع لقاءات غير رسمية مع المجتمع المدني الكويتي ورجال الأعمال. خليني هنا يعني أدي حضرتك بس يعني معلومة، هناك مبادرة تقوم بها عدد من السيدات الكويتيات لدعم ومبادرة ودعم ومساندة مصر. بالفعل قاموا بتأهيل إحدى القرى وهما حاليا في سبيلهم لإعادة تأهيل ثلاث قرى جديدة. يعني لو تشوف حضرتك مدى المظاهر الحب والمودة من جانبهم، حقيقي الواحد كان يعني يشعر بسعادة غامرة. واللي يسعدك أكثر كمان إن هما بيقولوا مش رد للجميل لمصر، ولكن ده واجب علينا مصر، ولأنها بيعتبروها هي قلب الأمة العربية، وبالتالي كان ده هما شعرين ده واجب عليهم إن هما يساندوا ويساعدوا مصر في هذه الفترة. الزيارة دي الحقيقة احنا زي ما بنقول، انا شايف ان الزيارات يعني الصين الزيارة دي اللي جاي ايا كان هو ايه، انما احنا شايف ان احنا يعني احنا الزيارات عاملة زي ما بنعمل زي تراكم الخبرات، يعني كل زيارة بتركب على زيارة بتركب على حاجات. سيادة السفير علاء يوسف، بس انا يا فندم عايز بس النهاردة سيادتك كمتحدث رسمي بتوضح ما يمكن ان يكون محتاج توضيح، انما حقيقه الامر احنا محتاجين في القاء الضوء او حاجات. يعني المبادره بتاع السيدات صحيح في وفد اعلامي، ممكن الوفد الاعلامي يتناول هذه المساله وممكن ما يتناولهاش، انما مهم جدا لما يكون في مبادره من سيدات وعشان حاجه وفي مساعده ويتكلموا، ده كله مهم جدا ان احنا يبقى في القاء ضوء، ومهم جدا ان الشعب عندنا يعرف هذا الكلام. فاحنا في حته كده حصل بالفعل ان التلفزيون المصري اجرى مع عدد لقاءات، كما دعاهم السيد الرئيس لزياره مصر قريبا لتحديدا النقطه اللي حضرتك بتقول عليها، القاء الضوء اعلاميا على هذه المبادره النبيله وتاكيد مدى قوه العلاقات بين الشعبين والبلدين. فبالفعل يا فندم تاكيدا لنقطه حضرتك، تم دعوتهم لزيارة مصر قريبا لإلقاء الضوء إعلاميا على أحداث مبادرتهم وأهم الأنشطة اللي بيقوموا بيها. وكما أكد وجه السيد الرئيس بتسجيل كافة العقبات أمام مواصلتهم بهذه المبادرة. طيب هل ممكن، معرفش هتبقى عند سيادتك ولا في جهة أخرى، ان ممكن يتعمل يعني حاجة عن الزيارة تبقى أهم حاجات النقاط مش عارف إيه كاملة، وبرضه يعني تطلع للاعلام او تطلع، لان مش 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 الوفد مهما كانت قوه الوفد اللي بيرافق مش هيقدر يعمل ده، انما محتاجين حاجه تطلع. لان انا رايي ولسه لغايه دلوقتي بقوله وهقوله ان زياره الصين ما خدتش حاجه ان يلقى الضوء على المغزى، على الاهداف، على الرؤيه، على الحاجات اللي حصلت، على القيمه اللي حصلت، على ان انا النهارده الصين اهم واكبر دوله واهم
اهم اقتصاد في العالم وفي العالم كله دلوقتي مولود، وكونه من النهارده يبقى في شراكه استراتيجيه، يعني ايه شراكه استراتيجيه؟ كل الحاجات دي كلها كان المفروض تتوضح. والله استاذ ابراهيم احنا وضحنا، انا ذات نفسي طلعت وقلت على الشراكه الاستراتيجيه الشامله ماذا تعني، تحدثت عن الاتفاق الذي تم توقيعه واهم مكوناته واهم عناصره بالنسبه لاتفاقيه الاستراتيجيه الشامله، اقوم بالاعلان فورا عن كل الاجتماعات والانشطه التي عقدها السيد الرئيس الصيني، اعقد مؤتمرات صحفيه يوميا لكافه المراسلين وممثلي وسائل الاعلام كانوا مرافقيننا في الصين يوميا في نهايه كل يوم، اعملهم بريفنج عن ما تم خلال اللقاءات، كل الاتفاقيات التي ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها بنشرها فورا وبعلنها فورا، علما باني كمان بقوم بترجمه كل ذلك الى الانجليزيه والفرنسيه وتوزيعها على المراسلين الغربيين المتواجدين في القاهره. طيب بمناسبه المراسلين، هي هيئه الاستعلامات احنا ما نعرفش، احنا كان حصل تقليص للجزء لان في ازدواجيه، وانت سيادتك خبرتك خارجيه يعني في الخبره الخارجيه حقيقه الامر، يعني ما اعرفش هل احنا رجع تاني الجزء ده ولا هتتعدل حاجه معينه ولا حاجه، انما هيئه الاستعلامات في الفتره اللي فاتت دي كلها ليس نقدا ولا ذما، انما احنا محتاجين صوتنا بره للجزء الاجنبي اللي سيادتك تفضلت وقلت انك بتترجم كل حاجه للمراسلين، انما محتاجين هيئه الاستعلامات يبقى لها دور اكتر من كده. بالتالي والله هيئه الاستعلامات بتقوم بدور كبير يا استاذ ابراهيم، وانا بدعو حضرتك التواصل مع السفير صلاح عبد الصادق رئيس هيئه الاستعلامات، هو هيكون اقدر مني للتحدث عن الانشطه المختلفه اللي بتقوم بيها هيئه الاستعلامات، وهم على تواصل دائم مع كافه المراسلين الغربيين الموجودين في القاهره. هو ليه بقول كده يا فندم؟ لان احنا في نقاط كثيره جدا بنبقى محتاجين عايزين نعمل لها يعني الشباب حملات رد على اللي بيحصل، اكاذيب كثيره جدا من اللي بتحصل. فهيئه الاستعلامات هي المنفذ الحقيقي والشرعي لنا في هذا الكلام، لاننا في مراسلين، في اكثر من 100 مراسل مسجلين في مصر هنا، بالاضافه انها تستطيع، لان يعني حاجات كتيره جدا، حاجات كتير يعني اهمها مثلا كل ما يحدث من 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 حاجات كلها بتبقى مخالفه للحقيقه، زي ما غيرنا من اعدائنا بيعملوا جماعات ضغط، ودلوقتي بقى في الايميلات وبنبعت الكلام ده كله، فمحتاجين واسطه في هذه المساله. انا هتصل بسعاده السفير رئيس هيئه الاستعلامات، هتصل بيه نعمل ده، لان محتاجين ده للجزء اللي بتاع بره، ومحتاجين هنا للجزء بتاع هنا، ان في حاجات كتيره جدا محتاجين اهالينا يعرفوها، يعني مش كفايه ان حد يقول لي ان منشوره على الموقع بتاعي، او مش كفايه ان هم كلمتين، لان الالحاح مطلوب سعاده السفير في الفتره دي، الالحاح في حاجات كتيره امام حمله الاكاذيب الكبيره جدا اللي معموله علينا. مش عارف راي سيادتك ايه. انا بدعو حضرتك بمراجعه صحيفه نيويورك تايمز امبارح او الواشنطن بوست، وتشوف حضرتك الرد اللي قامت بيه سفارتنا في واشنطن على ما نشر من مغالطات وادعاءات في الفتره اللي فاتت. انا حابب اكد لحضرتك استاذ ابراهيم ان احنا مش ساكتين، وبنرد على كل الحملات الموجهه دي علينا، وكل الادعاءات بنرد عليهم بقوه وجاري، ربما مش بالمستوى اللي احنا نامله لسه، ولكن ان شاء الله لحضرتك ان الناس بتشتغل وناس بترد، وهناك يعني استعداد دائم لمواجهه كل الحمل التي تتوجه ضدنا. يعني مثلا احنا في الست اشهر اللي فاتوا دولت اكتر او اقل، يعني انا كمواطن بقول ان انا مصر استعادت مساحه هائله جدا جدا جدا، اكتر مما كنت انا شخصيا كمواطن بحلم بيها من مساحتنا الخارجية، النشاطات اللي قام بها الرئيس، النشاطات، الحاجات، مساحات افريقيا، دول العالم، الزيارات، الكلام ده كله، ولا حد واخد باله. يعني احنا ما عايزين نعمل، أؤكد لحضرتك لا مؤاخذة يا فندم، هي الفكرة كلها ان احنا ده دايما لازم نفكر اهالينا بالكلام ده هنا، لازم نفكر اهالينا بالكلام ده هنا، لازم يبقوا فاهمين ان في احب أؤكد لحضرتك ما ذكروا الاخوة الكويتيين في خلال الزيارة،
بيقولوا ان هم فعلا لمسوا تغيير ايجابي خلال الشهور اللي فاتوا، حاسين هم بيترددوا على القاهره كثيرا، بيقولوا لمسوا في تحسن كبير جدا في كل حاجه، شعروا بعوده الامن والاستقرار للشارع، حاسين ان في تقدم كبير، ويتمنوا دايما لمصر المزيد من النجاح. والله يا فندم يعني يا رب ان شاء الله، و2015 ان شاء الله تبقى سنه ان شاء الله جميله واحسن من 2014، وان شاء الله تبقى 16 احسن من الاثنين، وده احنا ماشيين وكل خطوه والرحلات اللي بيقوم بها سياده الرئيس لبره، كل رحله انا رايي ان كل رحله متركبه على رحله وحاجه هائله جدا، استعدنا حاجات كتيره جدا، دايما يا رب في تقدم كده. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم، ويا رب كل خير لبلدنا يا رب، بس المهم احنا كمان نبقى عارفين، والمهم ان احنا كمان نحط ايدينا في ايدين بعض، عشان واحد لوحده مش هيقدر يعمل حاجه، عشرة مش هيقدروا يعملوا حاجه، يعني لو احنا كلنا كشعب ما فيش قدامنا غير ان احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، ما فيش قدامنا غير ان احنا دلوقتي نبقى واخدين بالنا من اوعى تكونوا فاكرين ان ما يحدث من حد سايبنا في حالنا من اللي بره، ابدا والله ما حدش سايب حد في حاله، لان هم مخططين للمنطقه تخطيط، وما حدش بقى يعني يقول لك كده بلاش النبي تتكلمون، لا في مؤامره وفي حاجات وفي بلاوي سودة، وكان المفروض كان على الورق وفقا انه كانوا عاملينه ان مصر ديت يبقى في وقت من الاوقات تبقى هي بقى زي ليبيا كده، ويبقى كله بيضرب في كله والدم سايح في كل حته، وبعدين مصر بلد كبيره، مصر مش 6 و7 مليون و8 مليون، مصر 90 مليون، مصر بلد، بس من فضل ربنا سبحانه وتعالى برضه جينات الحضاره وعراقه هذا الشعب وجيش مصر وشرطه مصر حاجات كتيره اللي وقفت دي كلها، بس احنا محتاجين نساعد الراجل العمال، محتاجين نساعد الرئيس، محتاجين نساعد الحكومه، محتاجين نساعد نفسنا، احنا نساعد نفسنا ان احنا نتصالح مع نفسنا، والله العظيم احنا كلنا كل واحد متخاصم مع نفسه مش مع حد، قبل ما كل واحد متخاصم مع نفسه ما تفهمش ليه، اي مكسر وما تفهمش ليه، محتاجين نتصالح مع نفسنا، واذا تصالحنا مع انفسنا احنا نتصالح مع الاخرين، واذا حصل ده هتشوفوا مصر الحلوه الجميله الرائعه، يا رب كل خير. النهارده زي ما كنت بقول الاحتفاليات النهارده بتاع باذن الله النهارده بدات هتبقى في الكنائس المصريه النهارده، والنهارده الازهر وفد الشيخ احمد الطيب، وراح في النهارده يقدم التهنئه بالعيد للبابا توادروس الثاني الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهوريه، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف، والامين العام لبيت العائله الشيخ عباس شومان وكيل الازهر، يعني الوفد دي يمكن زياره للوفد هم بيقدموا، يعني يا رب دي من المحبه، هو ده كان حال مصر طول عمرها على فكره، مصر ايام سعد الزغلول وايام لما تشوفوا ايام ثوره 19 وتشوفوا، اصل انا بكره كلمة مسيحي ومسلم، ما فيش حاجة اسمها مسيحي ومسلم، في حاجة اسمها مصريين. يطلع بقى مصر طويل، يطلع تخين، يطلع رفيع، يطلع مسلم، يطلع مسيحي، ده موضوع تاني خالص، وموضوع ملوش أي حاجة في أي موضوع، يعني ليس له تأثير في أي حاجة، إحنا كلنا مواطنين مصريين. وربنا يسامح ويحاسب كل من زرع هذه الفتنة، كل من زرع هذه الأفكار في دماغ المصريين. ورونا كده لو لزم الاحتفاليات اللي بدأت النهارده بالعيد الميلاد المجيد النهارده. الأحباء الذي هو قمة أعيادنا وفرحة أفراحنا، نحتفل به دائما في مثل هذه الأوقات من كل عام، وعندما نحتفل بعيد القيامة إنما نتذكر حياة السيد المسيح على الأرض. حياة السيد المسيح على الأرض فيها أحداث كثيرة ومشاهد عديدة، ولكن عندما نبحث عن المشهد الرئيسي في حياة السيد المسيح سنجد أن هذا المشهد هو يوم الصليب. هذا البابا توادروس في الكلمة بتاعته بداية الاحتفالات، يا رب يبقى كل ايامنا احتفالات، ويا رب كل ايامنا تبقى اعياد، حتى لو حاول المرضى القتله،
حتى لو حاولوا أن يفسدوا هذا الأمر مش هيقدروا، والله ما هيقدروا. عمر الظلام ما قهر النور، عمر يعني ما أبدا، وعمر الظلم ما طغى على الخير أبدا. مش هيحصل ده، مش هيحصل ده. يعني النهاردة يعني عشان نشوف حادثتين النهاردة، أو الحادثتين النهاردة، الشرطة النهاردة قدمت وعايزة تقدم يعني لكل واحد في جهاز الشرطة، جندي وصف ضابط ومجند وفرد وضابط والقادة الكبار، ما تقدم لهم بخالص تعازي الحقيقة. لأن النهاردة الحادثتين النهاردة، الدم في المنيا النهاردة، اثنين من حمد أبو زيد و محمد أبو زيد رقيب يعني شرطة، عنده خمس أولاد عيال ركبة مستخبيين، وبعدين يروحوا مضربين ألعاب نارية، فيطلعوا يبصوا من المكان أو النقطة الحصينة اللي هم فيها، فيروح ضربينه بالرصاص، ضربين الأولاني موتينه. طب تعالوا، يعني دول مين؟ أليس هذا إرهاب الإخوان؟ أليس دول الإخوان الإرهابيين اللي بيدافع عنهم الأستاذ فهمي هويدي، اللي كاتب النهاردة بيتكلم عن الدولة وعن ضرورة المصالحة وعن الحريات، بيتكلم عن الحريات. أي حريات تتكلم عنها؟ ضابط الشرطة النهاردة السوشيال النهاردة في الطلبية، واحد قدم يعني رايح بفك قنبله، ممكن القنبله تبقى هي بايظه اصلا فتنفجر فيه قبل ما يعمل ده، وممكن تبقى القنبله مفخخه، وممكن ده النقيب بتاع الشرطه ده. سيب الصوره، هو اسمه ايه يا جماعه؟ ده شهيد الشرطه اللي الشرطه قدمته النهارده، ده شهيد اللي الشرطه قدمته النهارده، الشهيد اللي قدمته النهارده الشرطه، ضياء فتحي. ضياء فتحي يعني ده طلع من بيته، طالع من بيته. عشان كده انا بقول ان كل اسره النهارده، كل اسره النهارده فيها ضابط شرطه وعائلها، الزوجه الزوج بيطلع وهم مش عارفين. هنا ضياء فتحي وده في الفرح بتاعه، ده في الفرح بتاعه. انا ما اعرفش عنده اولاد قد ايه الحقيقه، انما اللي انا عايز اقوله يعني النهارده ده واقف عشان يفك قنبله، عشان يحمي، لان في محطه بنزين لو كانت انفجرت فيها كانت هتعمل مصيبه، كانت في الطلبيه الحكايه دي. ضياء فتحي يعني نحتسب عند الله شهيد، وهو المؤكد انه شهيد واجب، والمؤكد انه شهيد، والمؤكد انه مات عشان يحمينا، عشان يحمينا. يجي فهمي هويدي النهارده بيتكلم عن مصالحه، مصالحه ايه يا استاذ فهمي؟ مصالحه ايه مع هؤلاء الاوغاد؟ يا اخي انت لو قريبك يا اخي ولا اخوك ولا ابنك ولا حاجه ده، قال لا العروسه ديت اللي اترملت ديت، ده بيدافع عن ده النهارده بيدافع عن بلده. واحد النهارده كان ممكن النهارده يعمل يعني النهارده يفكك القنبله. انا ما اقدرش، انا اسف جدا مش هقدر اجيب لكم المشهد، لان القنبله لما اتفجرت يعني طار في الهواء يعني بهدله. نحتسب عند الله شهيد النهارده. عايز اقول يعني في النهارده، بس احنا نقف كده وقفه النهارده، نقف وقفه بقى عشان خاطر اللي عمالين مصممين اللي عايزين الفوضى، واللي مش عاجبهم مش عارف ايه، واللي بيتكلموا في ايه. حد يقول لي كده ايه فلسفه اللي بيحصل ده؟ اللي بيقتل ده قتلت ليه؟ النهارده اللي حط القنبله ده، القنبله دي انت مش محطوطه للشهيد ضياء، لا ده محطوطه عشان خاطر تضرب في اي مواطن مصري، او تفجر محطه البنزين عشان تولع منطقه بحاله في الطلبيه، تموت 100 تموت 20 تموت اي او تتعور. هو راح بقى النهارده خدها، هو راح النهارده هو شال الشيله، هو وقدم نفسه وقدم روحه فداء لهذا الوطن الرائد ضياء. انا بقى انا عايز اسال سؤال بقى، اللي بيدافعوا عن النهارده عن الفكر، هذا الفكر القتل ده، دول يعني الا قليل من الحياء؟ مفيش بقى نسكت شويه؟ والناس اللي بتتكلم، الشباب بقى اللي مش واخد باله لسه ومنطعد ومش عارف ايه، الشباب اللي النهارده الشرطه، شهيد الشرطه النهارده اللي اتقدم ده النهارده، يا اخي انت النهارده احسب، حط نفسك النهارده، شوف واحد النهارده بيقدم نفسه رايح هو بيفك، عارف ان دي ممكن تنفجر فيه في اي لحظه، بس هو بيعمل الواجب بتاعه، هو بيعمل اللي عليه، بيعمل ده عشان يحميني. اقل حاجه ان احنا كلنا النهارده يعني نقرا الفاتحه لهذا الشهيد، وكلنا احنا مدانين النهارده وبكره وبعده مدانين، يعني مدانين باعتذار للشرطه
النهارده اللي عمالين يقدموا شهداء، النهارده الشرطه داخلين في الألف واحد شهيد من ساعه الثوره ما قامت. شرطه مصر بيعملوا ده عشان يحموا مصر. الحقيقه مش عارف، هل بقى النهارده حاسه زي دي هتوقف المسيح، هتوقف مصر؟ هل حاسه دي هتوقف حياه؟ مش هتوقف. بس النهارده بقى تعالوا نشوف على المستوى الشخصي والصغير النهارده، اسره بقى الصغيره دي، اسرته ضياء، مراته اللي هي ما اعرفش متجوز بقى له قد ايه الحقيقه، انما مراته ده ما اعرفش عنده اطفال ولا لا، والدته الله يكون في عونها، لو كانت والدته يعني والده ووالدته الله يكون في عونها، ام بقى ما حدش بيحس بالاحاسيس ديت، نحس بالناس ديت؟ اقل حاجه ان احنا نبقى بس عارفين، يبقى على الاقل التقدير اللازم لهؤلاء الرجال. الحقيقه معايا السيد اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا يا فندم. البقاء لله، ومش عارف اقول ايه يعني، انما خلاص هو ده قدركم، وده اللي مكتوب عليكم، انه كنتوا عشان نعيش احنا لازم انتوا النهارده تقدموا لنا ضحايا كل يوم لغايه ربنا ما يفرج علينا. ايه النهارده ملابسات الموضوع النهارده يا فندم؟ هو طبعا استاذ ابراهيم ننعي طبعا ابطالنا اليوم وشهداء مصر اليوم، البطل رائد ضياء فتوح من قوه مفرقعات مديريه امن الجيزه، ومساعد شرطه عيد فهيم، ورقيب شرطه محمد ابو زيد من قوه مديريه امن المنيا، اللي استشهدوا فجر اليوم من خلال اطلاق مسلمين، اطلاق عيار ناريه عليهم خير، وهم اطواف امنيه مترجله في داخل المنيا. طبعا وانا باكد لحضرتك ان طبعا ده واجبنا وده قدرنا ودي رسالتنا، واحنا كرجال شرطه هنكمل مسيره ضياء، وهنكمل مسيره عيد فهيم، وهنكمل مسيره محمد ابو زيد وابو شقره ومحمد سعيد والابطال الشرطه اللي ضحوا بحياتهم عشان امن مصر وامن شعب مصر، واحنا هنكمل المسيره. ولسه في شهداء جايين يا استاذ ابراهيم، احنا في معركه ضد الارهاب، احنا بنقول اه في تفوق امني على الارهاب، بنقول في الارهاب تراجع، ولكن ما زال هناك تهديدات ارهابيه ما زالت قائمه، ليست بحجم اللي كان موجود في الاول، ولكن ما زال هناك تهديدات ارهابيه قائمه، وهناك معركه الارهاب. احنا رجال مفرقعات استاذ ابراهيم فككوا خلال العشر ايام الاخيره 23 عبوه ناسفه تم تفكيكها. النهارده في الفيوم، في طمية في الفيوم، تم تفكيك عبوة بعد استشهاد ضياء، استفكيك عبوة أمام مدرسة الثانوي. فهناك طبعا معركة مع الإرهاب، وأحبطنا العديد من المخططات الإرهابية، وهنكمل مسيرة ضياء، وهنكمل مسيرة كل شهدائنا إن شاء الله من أجل مصر ومن أجل شعب مصر بإذن الله. هو ضياء عنده أولاد يا فندم؟ لا لسه، ضياء لسه عريس جديد، وطبعا يعني الله يرحمه بقى لله، وطبعا بننعي طبعا زوجته، وننعي والده ووالدته، والده ضابط شرطه زميل، وبننعي طبعا البطل الشهيد ضياء. طب سياده اللواء هاني، يعني انا ما اعرفش بقى دلوقتي المسائل دلوقتي، ما طبعا بقى في دلوقتي نوع من الهبل في حكايه رمي العبوات في اي حته دلوقتي، وبقى في نوع خلاص دلوقتي المساله بقت يعني الحق اكبر قدر من الخسائر بالشعب المصري، يعني هي المساله بقت كده. بيقولوا لي ان العبوه دي كانت المفروض محطه بنزين اللي كانت على جنب الطلبيه، كان المفروض ان هي محطه بنزين ودي خطرتها يعني هي كانت يعني المفروض ان هي تفجر محطه بنزين بقى، يموت 1000، يموت 100، يموت 200، يموت اي حد. طبعا 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 يعني. وبعدين المنطقه دي طبعا موبوءه بالارهابيين بتوع الاخوان الطلبيه للاسف. هو يعني هو استاذ ابراهيم يعني هم طبعا الارهاب يدرك تماما انه هذا التنظيم انتهى وانتهى للابد. والهدف لما نيجي نحلل العمليات الاخيره سواء وادي الفرافره او كرم القواديس او زملائنا في عند وزاره الخارجيه في بولاء او طارق مرجاوي جامعه القاهره ومثل هذه العمليات، هو هدفها ادخال ياس وادخال حاله من الحزن والاحباط داخل الشارع المصري، ومحاوله ان احنا نرجع لورا، ان احنا نتراجع، وده لن يحدث، لن يحدث يا استاذ ابراهيم. احنا عارفين قدرنا وعارفين مسؤوليتنا اتجاه مصر واتجاه شعب مصر، واحنا عايزين نموت واحنا بنحارب، عايزين نموت شهداء. ضياء النهارده مات شهيد، النهارده قدر ضياء انه يموت، النهارده ربنا سبحانه وتعالى حدد له ده، لكن ضياء النهارده مات بطل، مات شهيد، ما ماتش على السرير، واحنا كلنا نتمنى هذه الشهاده، كلنا رايحين لها، كلنا كجنود، كافراد، كامناء، كضباط بنحارب من اجل مصر. احنا في حرب، احنا في حاله حرب ضد الارهاب، المنطقه حوالينا ملتهبه، المنطقه العربيه ملتهبه تماما، في تحديات كبيره جدا، عدونا لم يتراجع، ما زال لم يتراجع، هو بيغير تكتيكه ولكنه لم يتراجع. احنا بنقول اه في تفوق امني على الارهاب، بنقول الارهاب تراجع في مصر،
نقول نجاحات أمنية موجودة وضربات أمنية متلاحقة، ولكن الإرهاب لم ينتهي بعد، وبالتالي احنا ما زلنا على إصرارنا، ما زلنا على مسيرتنا، وحنكمل مسيرة ضياء، وحنكمل مسيرة مرجاوي، وحنكمل مسيرة محمد سعيد وابو زيد وعيد والأمناء والأفراد اللي استشهدوا والجنود اللي استشهدوا من أجل مصر وأمن شعب مصر. وأنا بطمن حضرتك وبطمن الشعب المصري كل هذه التضحيات وكل هذه ولاء الأبطال بتزيدنا إصرار على استكمال المسيرة، بتزيدنا إصرار على استكمال المسيرة. أنا يعني أنا مع سيادتك، وأنا متأكد من ده وواثق من ده، وواثق دائما إن 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 الخير هو اللي هينتصر في النهاية. عمر ما كان الظلمة هي هتغطي على النور أبدا، عمر ما هيحصل، وعمر الشر ما كان ما قدر إن هو يكتسح الخير، وأنا متأكد من ده. يعني البقاء لله في شهدائنا، وربنا يديكوا الصحة والعافية، وربنا يقويكوا. والنهارده ادي اخر مثال النهارده، يعني انا بحيي الشهيد ضياء الحقيقه، يعني بحييه يعني عايز اقول بقى انا باشيد باللي عمله، وعايز اقول يا جماعه الراجل ده انقذ منطقه شديده الازدحام من كارثه حقيقيه، من كارثه حقيقيه. يعني هو كان بمنتهى البساطه كان يعمل، كان ممكن مش واخد باله ويسيبها وبتاع، كارثه حقيقيه لو كانت محطة البنزين انفجرت. هم مش ممكن حد يستشهد، ممكن اتنين يستشهدوا، انهم هم مش هيعودوا تاني ولا هيرجعوا لمصر تاني. سيادة اللواء هاني، انا مرة تانية كل خالص العزاء لأسرة الشرطة الكبيرة، وخالص العزاء لأسرة الشهيد ضياء، وأسرة شهدائنا في المنيا النهاردة، وربنا يقويكم ويديكم الصحة. والمؤكد ان الشعب المصري كله ممتن وشاكر ومقدر لجهود الشرطة، وان شاء الله ان شاء الله يعني كل ليل وليل ونهار ان شاء الله نهار الاستقرار ونهار الامن ونهار كل حاجه جاي ان شاء الله. شكرا يا فندم. احنا طبعا فاكرين الارهاب بتاع التسعينيات، وفاكرين والارهاب في كل حته، يعني في كل في كل في كل مكان. النهارده بس هي القضيه كلها، لان انا عايز اقوله بس ناخد بالنا بس ان في من اهالينا، من اخواتنا، من ولادنا، ناس بتقدم عمرها عشان احنا نعيش. ناس النهارده حتى ايديها حتى روحها على كف ايدها. النهارده شفنا ده، احنا شايفين القوات المسلحه في سيناء، شايفين اللي بيحصل هناك، شايفين المعركه رهيبه، يعني بكل المقاييس معركه طاحنه. انما هو قدرهم كده، هو ده قدرهم، وقدرهم ان يحموا هذا الوطن. هم اقسموا على حمايه هذا الوطن، ليش مصر ان اقسموا انهم يقدموا ارواحهم فداء لهذا الوطن، وهو ده اللي بيحصل النهارده. وشايفين شهدائنا اللي بيتقدموا في كل وقت. ان شاء الله في النهايه مفيش على فكره دم شهيد هيروح هدر، مفيش دم شهيد هيروح كده، لا 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 لا، دي كلها معركه، وهو ده جزء من الانتصار بيصنعوه. يا رب تقبل كل شهدائنا يا رب، يعني تقبلهم كلهم شهداء يا رب في جناتك، يعني يا رب، ويا رب ثبتهم وثبت ولادنا في الشرطه، وولادنا واهالينا واخواتنا في الشرطه وفي الجيش، ثبتهم يا رب في هذه اللحظات يا رب. وما حدش هيقدر يسرق فرحه الشعب المصري، ما حدش هيقدر يسرق فرحتنا لا النهارده ولا بكره، لان الحياه لازم تسير، ما فيش حاجه هتوقف ان شاء الله. اطلعي فاصل يا سيدي.